والآن مع الحلقة الثالثة من برنامج ويستفتونك، ومع فضيلة الدكتور أسامة الدرديري عضو المجلس الاستشاري للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بدولة التشيك، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدين والإخوة المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أعرف على نفسي، أخوكم أسامة الديري، دكتوراه في بلاغة القرآن، عضو رابطة الأردن وإمام المركز الإسلامي في جمهورية التشيك، وعضو استشاري للهيئة الأوروبية للأئمة، ورئيس المعهد العالمي للفكر والدراسات الإسلامية. مرحبا بكم عبر هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. أيها الإخوة، ونحن نعيش كأقلية مسلمة في أوروبا، هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وخصوصا نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا أن يكون لدينا بعض وبعض المسائل التربوية التي تخص الفرد والأسرة وتخص الأبناء. وبادئ ذي بدء أيها الأحبة، هناك أمر يشغل بال الجميع، سواء كان ذلك أبا أو أما، كان مركزا أو فردا، ألا وهو أبناؤنا. أبناؤنا في الغرب، مصيرهم، ثقافتهم، قيمهم، سلوكهم، تربيتهم، هذه المسألة وهذه المعضلة، كثير منا في أوروبا يشكو ذلك. فما مررت على مركز ولا دولة أوروبية إلا ونلتقي بالأقلية المسلمة، الجالية المسلمة، فيكون معظم الحديث عن الأسرة. أبناؤنا يا شيخ، أبناؤنا، مصير أبنائنا، بناتنا، وغير ذلك. دعونا نعيش في هذه اللحظات المباركة حول هذا الموضوع الشائك. يقول الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فأنت خليفة الله في الأرض. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول الإمام علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: أي قوا أنفسكم وأهليكم، أي أدبوهم، علموهم، ربوهم، أحسنوا إليهم. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن المسلم سواء كان في بلاد المشرق أو في بلاد المغرب هو مسؤول عن أسرته
عن أبنائه وبناته، مسؤول عن ذلك وتلك الصومعة التي يعيش بها في كنفها مع زوجته، سواء كانت زوجة مسلمة أو غير مسلمة. هذه الأسرة المباركة التي كانت أول أسرة مسلمة هي أسرة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع كما نعيش نحن في أوروبا، أقلية مسلمة، جالية مسلمة في مجتمع غير مسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في مجتمع غير مسلم؟ بلى، وكان يحافظ على زوجته الزوجة المسلمة في مجتمع غير مسلم، وكان يحافظ على أبنائه الأبناء الذين تربوا في بيت مسلم في مجتمع غير مسلم، وما أشبه هذه الأسر بأسرة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على أسرته، الحفاظ على أبنائه، الحفاظ على زوجته، الحفاظ على بناته في مجتمع غريب، مجتمع لا يدين بالإسلام، مجتمع كان فيه المسلم متهم كما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش الابن والبنت كما يعيش في بلد المشرق الأصلي، وهذا يستحيل أيها الأحبة. لا بد لأبنائنا من الاندماج، ولكن بالحفاظ على الهوية والقيم الإسلامية. نعم، كما أن هناك مسلم عربي هناك مسلم أوروبي، البيئة مختلفة والحكم مختلف، فلا بد لنا أن ننشئ هذه الأسرة، ننشئ الولد والبنت على أنه مسلم يعيش في مجتمع أوروبي متكيفا مندمجا مع هذا المجتمع، ومحافظا على قيمه وعاداته، ومحافظا على دينه الذي هو عصمة الأمر كله والنجاة من الله، الذي جعل الله عز وجل الدين الإسلامي هو خاتم الديانات. قد يسأل سائل: أنا لا أستطيع التفاهم مع ولدي، وتقول الأم إن ابنتي مختلفة تماما عن البيئة التي عشت بها أنا في بلد المشرق إن كانت مشرقية. نقول: نعم، ربوا أبناءكم على زمان غير زمانكم. اليوم الأبناء بحاجة إلى عاطفة، إلى حنان، إلى ملء الفراغ الروحي، إلى ملء الفراغ العاطفي، إلى ملء الفراغ الأسري. نعم، فإن وجد الولد أو البنت هذه البيئة الآمنة والاستقرار الأسري في البيت، استطاع أن يحافظ على قيمه وأخلاقه وعاداته. لا ضير أن يكون لأبنائنا أصحاب سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بل لا بد للمسلم أن ينخرط في المجتمع الغير مسلم، لا بد للمسلم أن يؤثر في المجتمع الغير مسلم. إسلامنا ليس إسلام انعزال، إسلامنا إسلام الرحمة، دين الإنسانية، كما أن هذا الغير مسلم هو أخي في الإنسانية. ألم يكن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم حافظاً منخرطاً مندمجاً؟ بلى والله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا المجتمع العظيم في المدينة كان فيه المسلم وغير المسلم، كان فيه المشرك، كان فيه اليهودي، وكان فيه النصراني، وكان فيه ممن يدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بهذا المجتمع وهذا الاندماج وهذا التنوع في المجتمع أن يحافظ عليه ويكون كيف نربي أبنائنا في أوروبا أو في بلاد المهجر؟ أولاً، لابد أن نغرس في أبنائنا الدين ومخافة الله، لابد أن نغرس في أبنائنا العقيدة الصحيحة، لابد أن نغرس في أبنائنا القيم والأخلاق الإسلامية،
انغرسنا في أبنائنا منذ الصغر. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انغرسنا وقمنا بتربية أبنائنا منذ الصغر على التعاليم الإسلامية والدين الحنيف، سينشئ هذا وسينشأ هذا الولد، سينشأ هذا الولد بإذن الله تبارك وتعالى على طاعة الله تبارك. قد يسأل سائل الآن كما أرى، كيف نعود أبناءنا وبناتنا على الصلاة؟ شيء جميل. أولاً إياك أن تزرع فيهم أن الصلاة عادة وحركات، بل لا بد أن يفهم الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى أن الصلاة صلة، عبادة، روح. لا بد أن ينظر إلى جماليات الصلاة. عندما تقول الله أكبر، عرفه ما معنى الله أكبر، بين له أن الحياة حياتنا بين إياك نعبد وإياك نستعين. اشرح له مفاهيم الصلاة والفاتحة، لماذا أركع ولماذا أسجد؟ أسجد خضوعا لله، أركع تواضعا للخالق سبحانه وتعالى. علمه أدب الدعاء، ثم قبل ذلك دعه ينظر إليك، هل أنت من الذين يحافظون على الصلاة؟ الصلاة عمود الدين، فإن أنت أقمت الصلاة أقام أبناؤك الصلاة. عوده منذ الصغر أن يكون هناك مسجدا داخل بيتك، مصلى داخل بيتك، صل به السنة، لأن من السنة تصلى السنة في البيت. إن كنت تصلي الفرض في المسجد بزوجتك إن كانت مسلمة، وتصلي مع أبنائك، عودهم الصلاة، وأن هذه الصلاة بركة، وأن هذه الصلاة روح، وأن هذه الصلاة شفاء، وأن هذه الصلاة رزق من الله تبارك وتعالى. لا بد لنا أيها الإخوة والأخوات أن نحبب الأبناء. أقول أن لو نظرنا إلى العجم كيف تعلقوا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم تعرفوا على النبي، أحبوا النبي، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نتعرف على الزكاة، نتعرف على معنى الدين، هذا الدين الإسلامي، فإن تعرفنا عليه أحببناه، وإن أحببناه أطعناه واتبعناه. وهذا حال كثير من الذين نرى أن القلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى لأنهم تعرفوا على الله. هل تعرفت على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل تعرفت على الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة؟ بل هل تعرفت على الله تبارك وتعالى وأنت مهموم، مكلوب، تريد الولد، تريد الصلاح، تريد الرزق، تريد الزوجة الصالحة؟ تعرف على الله، إلجأ إلى الله بالدعاء سبحانه وتعالى، فتجد أن الله تبارك وتعالى يعطيك ما تريد بإذنه سبحانه وتعالى. إذن كيف نعود الصغار على الصلاة؟ أقول لا بد أولا أن تكون الزوجة والزوج من الذين يحافظون على الصلاة، ثم أعرفهم معنى الصلاة، روحانية الصلاة، جمالية الصلاة، فإن تعرفوا على أنه إذا أراد شيئا لجأ إلى الله بالصلاة، أحب الصلاة وتعلق بالصلاة واتبع الصلاة واعتاد على الصلاة. دائما علق ولدك، وعلق سواء كان ذكرا أو أنثى، علق أنه إذا أراد شيئا يلجأ إلى الله بالصلاة. لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على هذه الشعيرة الطيبة المباركة، عمود الدين، وهي الصلاة. طيب، هناك مسألة أخرى. اليوم اجتاحت يعني منازلنا وبيئتنا التكنولوجيا، ونرى أن الأبناء والبنات منشغلين في التكنولوجيا، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، تليجرام، هذه الأمور التي يتعلق بها الأبناء والبنات أو غير ذلك من هذه الأمور. كيف أساهم أنا كأب أو أم
في تقنين هذه التكنولوجيا عند الأبناء. أولاً لا بد لنا ما فائدتها وما الغاية منها؟ هل هي للترف؟ هل هي للهو؟ هل هي للمتعة فقط؟ أم أنها تكون منفعة وتكون فيها الخير العظيم، وقد تكون صدقة جارية إن أنشأت مشروعاً من خلال التكنولوجيا يكون على الجوال، جوالي هذا وجوالك أنت. لذلك لابد أن نفهم أبنائنا، لابد كما أن هناك ويكند عندنا أن يكون هناك استراحة الأسبوع للأسرة، أن يجلس الأب والأم ويجلس الأبناء يناقش مسألة واحدة، مسألة أسرية مثلا، قد يناقش مسألة البيت، ديكور البيت، أثاث البيت، صباغة البيت، قد يناقش مسألة رحلة معينة، قد يناقش مسألة أحد أفراد الأسرة، دراسة الفرد هذا، لباسه، غرفة نومه. لا بد من الاجتماع الأسري. إذا اجتمعت الأسرة سواء على شيء يعني قد يكون عظيما أو شيء قد يكون يسيرا، هذا الاجتماع يؤلف بين أفراد الأسرة، ثم يجعل بينهم الأخوة، ويجعل بينهم الترابط، ويجعل بينهم كأنهم جسد واحد. لا بد من المشورة، لا يكون الأب صارما بقراراته ولا تكون الأم متساهلة بقراراتها. لا بد من مشورة ننظر فيها إلى حال أبنائنا وبناتنا وكيف هم الآن في هذا المجتمع الذي نعيشه. طيب، إذا كان ابني أو ابنتي لها أصحاب كثر من غير المسلمين، ماذا أصنع أنا كأب وأم؟ أقول جميل، أنا أتعرف على أصحابهم، أخذ لهم هدية. صاحب ولدي قد يسحبه، فلماذا لا أسحب أنا صاحب ولدي؟ وصاحبة ابنتي قد تسحبها، فلماذا لا يكون لي أنا الأثر في صحبتها وسحبها لصالح ابنتي؟ نعم، يكون ذلك، لا بأس أن نأخذ الهدايا، لا بأس بأن نقيم يعني وليمة، عزومة نعزمها على عشاء، غداء، ننظر إليها، نطعمها الأطعام الشرقية، الأطعام العربية. هذه الأمور تساهم في قضية الحفاظ على بوتقة ولدي أو ابنتي في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. مسألة أخرى، ماذا أصنع مثلاً بولدي أو ابنتي التي لا يتكلم العربية؟ هو لا يحب أن يذهب إلى المراكز الإسلامية، هو غير متعلق بالدين الإسلامي، هو يعني يجبر على الذهاب إلى المركز الإسلامي في نهاية الأسبوع أو إلى صلاة الجمعة أو إلى صلاة معينة. ماذا أصنع مع هذا الولد؟ لابد لنا هنا أن يأتي دور المراكز الإسلامية، مراكز الإسلامية أن تحتضن أبناء المسلمين في أوروبا. المركز الإسلامي ليس مسجدا فحسب، المركز الإسلامي مكان ثقافة وعلم وجامعة ومجلس شورى وشأن. لا بد لنا أيها الأحبة، أيتها الأخوات الفاضلات، لا بد لنا أن نفعل دور المركز الإسلامي. نحن في جمهورية التشيك بفضل الله عز وجل نرى أن المركز الإسلامي حافظ على كثير من لحمة أبنائنا، قمنا بعمل مسابقات، قمنا بعمل دورات رياضة، قمنا بعمل دوري كرة قدم، قمنا بعمل رحلة إلى أداء مناسك العمرة بفضل الله، كل هذا للأبناء والبنات بفضل الله. عندنا لقاء أسبوعي بفضل الله عز وجل للأبناء والبنات، نناقش فيه المسائل المستجدة لوضعهم وحالهم وبيئتهم. الأبناء وجيل اليوم عندهم مشاكل خاصة تختلف عن مشاكلنا، عندهم قضايا تختلف عن هذه القضايا التي نتكلم عنها. وأنا أرى كثير فضل الله عز وجل من المراكز الإسلامية في أوروبا تقوم بهذا الدور الفعال بالحفاظ على أبنائنا وأبناء الأقلية المسلمة. هل يحاسبنا الله تبارك وتعالى؟ سائل يسأل، أنا أكره إنسان، هل سيحاسبني الله عز وجل على كرهي له؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أحبب حبيبك هونا ما. إذا إنسان حب إنسان
فليتأن يتريث، لا يجعل هذا الحب إفراطا ولا تفريطا. قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والله عز وجل ماذا يقول؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن الله تبارك وتعالى يريد منا أن يكون قلبنا أبيض صاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينما يجلس مع أصحابه قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة لم يعرفه أحد ولا يرى عليه أحد. قالوا: من هذا الرجل؟ عندما تتبعه أحد الصحابة وجد أن صفات هذا الرجل صاحب قلب أبيض لا يجعل في قلبه غلا ولا حسدا ولا حقدا على أحد من أبناء المسلمين. والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم، محبتهم، علاقتهم الاجتماعية، ترابطهم الاجتماعي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الله أكبر، جسد واحد، جسد واحد يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيحاسبنا الله؟ هل سيحاسبنا الله تبارك وتعالى؟ نعم، لأن الله عز وجل يريد منا أن نكون أصحاب قلوب بيضاء صافية ناقية، نقية بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. لن تدخل الجنة بغل أو حقد، لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل أو حقد أو غل أو حقد. لذلك لا بد لنا أن نصفي هذه القلوب وتكون قلوبنا بيضاء بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال يقول: ميراث المسلم، هل يرث المسلم من غير المسلم؟ وهل ترث الزوجة من غير الزوج؟ هذه المسائل قد طرحت وقد أفتى عليها كثير من أهل العلم، وهناك نصوص شرعية تبين لها تبين هذه الأحكام. وثم يقول السائل: زواج المسلم من غير المسلمة، لقد أباح الإسلام زواج المسلم من غير المسلمة، وبين أن الله تبارك وتعالى بين: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. فزواج المسلم من غير المسلمة لا بد أن يكون زواجاً ماذا؟ يحقق فيه المصلحة. كم من غير المسلمات من تأثرت بصفات وأخلاق المسلمين فأسلمت، وكم من الزوجات الغير مسلمات أخذت انطباعاً وصورةً سيئة عن المسلمين بسبب تعامل زوجها المسلم معها، فكان زواج المصلحة زواج فقط من أجل أن أحصل على جنسية، زواج من أجل أن أحصل على أوراق، وهذا منافي لأخلاق ومقاصد الشريعة الإسلامية. بل إن الله تبارك وتعالى جعل للزوجة للزوجة حقوقا وإن لم تكن مسلمة، جعل الله عز وجل لها حقوقا. لذلك الله عز وجل قال: استوصوا بالنساء خيرا. اللفظ عام وليس خاصا، فلا بد لنا أن نحترم الزوجة ونعطيها الحقوق، وإن كانت غير مسلمة كذلك لها حرية الاعتقاد، لها حرية الاعتقاد من غير المساس بعقيدة أبنائنا. طيب، السائل يقول: الغير مسلمة، المرأة أن تكون غير مسلمة مثلا، هل لها حقوق على الزوج؟ طبعا لها حقوق على الزوج ولها واجبات كذلك من أجل الزوج. هل يجوز أن تبقى المرأة إن أسلمت مع زوجها الغير مسلم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا. منهم من يرى بقاء العلاقة شريطة أن تعلمه الدين الإسلامي، أي تستوصي به بالدين الإسلامي، ومنهم من قال عليها الطلاق، وهذه مسألة خلافية كثيرة الجدال بين أهل العلم. فنرى أن الأحناف
قد توسعوا في هذه المسألة وأجازوا في بعض الحالات بقاء المرأة من أجل الحفاظ على ديمومة الأسرة وأبنائها، مع نصيحة المرأة الزوجة المسلمة للزوج، ومنهم من قال تبقى العلاقة دون معاشرة حتى يتعرف هذا الزوج على الإسلام وحقيقة الإسلام والحفاظ على أسرتها إن كان لديها أبناء وبني. هذه من الأمور التي تتعلق في فقه الأقليات والنوازل التي نزلت على الجالية المسلمة في الشارع الإسلامي في مسائل الفقه والعقائد وكذلك الأديان وكذلك الإنسانية والمسائل التي طرحت حديثاً حول قضية الاندماج والانخراط. وأرى أن هناك كثير من الإخوة يعني من يشدد حول مصطلح عندما نقول هؤلاء إخوة لنا في الإنسانية. نعم، إنهم إخوة لنا في الإنسانية. الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، محمداً صلى الله عليه وسلم، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فحسب بل رحمة للعالمين. وأنا وأنت ونحن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعامل البشر بالرحمة والخلق والموعظة والكلمة الطيبة، وهم إخوة لنا بالإنسانية، كما أن لهم أرواح يتنفسون بها، لي روح أتنفس بها. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه، وكيف كان يعامل أهل المدينة من غير المسلمين صلى الله عليه وسلم؟ بل الكل يعلم كما ذكر البخاري في صحيحه، يأتي وفد من نجران، من نصارى نجران كتابي، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسئلة حول الإسلام وعلامات الساعة، وقد حانت لهم موعد صلاتهم، فماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر، طلبوا من النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، قالوا يا محمد ائذن لنا. قال على ماذا؟ قال ائذن لنا أن نقيم تلك الصلاة، أي يصلون بصلاتهم. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاتهم في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكونوا إخوة لنا في الإنسانية؟ بلى والله. ونحن الآن في أوروبا، جارك غير مسلم، وصاحب ابنتك وصاحبة ابنتك وصاحب ابنك غير مسلم، أنت في الوظيفة زميلك غير مسلم، ولكنه أخ لك في الإنسانية. هناك رابطة تجمعك وتجمعه، وهي الرابطة الإنسانية، كما تجمع بينك وبين زوجك الغير مسلم رابطة العشرة والألفة وحق الزوجية. فهم إخوة لنا في الإنسانية ولا ننكر ذلك. وعلينا، كما سئل الإمام الغزالي رحمه الله، قالوا يا إمام ما حكم تارك الصلاة؟ اسمع إلى هذه القاعدة الجميلة، ما حكم تارك الصلاة؟ فقال الإمام رحمه الله حكم تارك الصلاة أن تأخذه بيدك إلى المسجد. نحن لم نبعث قضاة، إنما بعثنا رحمة، نحن بعثنا لنبلغ دين الله تبارك وتعالى. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، صيام، قيام، زكاة، حج، صف الأول، تسبيح، تهليل، قال فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن يعمل بعمل الجنة إلا ذراع، قال فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
إذن أيها الأحبة، لا بد لنا أن نعي أن هناك علاقة إنسانية تجمعنا بإذن الله تبارك وتعالى مع إخوة لنا في الإنسانية، قد نعيش وإياهم على أرض واحدة في بلد واحد ولكن الدين مختلف، فعلينا أن نقوم باحترامهم وتأدية حقوقهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار عندما قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيب، وللجار حقوق، إن كان مسلما فله حقان، وإن كان مسلم قريب له ثلاثة حقوق، وإن لم يكن مسلم له حق واحد وهو حق الجيرة وحق الجيران الذي بينه الإسلام لأمته صلى الله عليه وسلم، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل: هل زواجي من امرأة بعدم وجود وليها جائز وهو زواج شرعي؟ إن لم تكن مسلمة ووافقت على الزواج، كأن تقول زوجتك نفسي وأنت تقول وأنا قبلت ذلك وكان هناك شاهدين أو غير ذلك وأشهر ذلك الأمر، فهذا زواج صحيح. بعض المذاهب اشترطت وجود الولي والبعض لم يشترط ذلك، البعض لم يشترط ذلك تحقيقا للمصلحة، إن رأى الرجل أو رأت المرأة أن هناك مصلحة سواء شرعية أو مصلحة إنسانية في هذا الزواج، فالزواج صحيح بإذن الله. إذن نعود لمسألة تربية الأبناء والبنات وشعور كذلك الأسرة في بلد الغربة. دعونا نقترب من أبنائنا أكثر، نسمع ونصغي إليهم، نفهم مشاكلهم، نعالج قضاياهم، نتقرب إليهم، نصاحبهم. الأبناء اليوم بحاجة إلى صاحب ناصح، نعم، أن تنصح ذلك الولد، فإنه في هذه التيارات وهذه الأفكار الهدامة هو محتار. ولا تلوموا أبنائكم ولا تلوموا البنت، اليوم التكنولوجيا التي اجتاحت كل موبايل واجتاحت كل بيت واجتاحت كل مدرسة واجتاحت كل حرم جامعي واجتاحت كل السوق واجتاحت كل أداة ومواصلات النقل عامة وخاصة، هي تجتاحك، فلماذا لا تحافظ على ولدك وابنتك من هذا التيار الجارف؟ والله إن لم تحرص عليهم كما أنك تحرص على تغذيتهم وتأمين حاجتهم والنظر إلى احتياجاتهم سواء الدراسية الجامعية الطعام الشراب الملبس، هم بحاجة إلى أكثر من ذلك، وهو الغذاء الروحي، غذاء الدين، غذاء القيم والأخلاق. المجتمع بلا قيم وأخلاق مجتمع منهار، مجتمع فارغ. الأسرة بلا أخلاق ولا قيم أسرة فارغة، قد تخترق هذه الأسرة. فلا بد لنا الإخوة والأخوات أن نحافظ على شعور أبنائنا وبناتنا، نتقرب إليهم، نسأل الله عز وجل بالدعاء إليهم سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم، لأن الله تبارك وتعالى بيّن قال: وكان أبوهما صالحا. إذا كان الأب صالح يحرص بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، حريص على مصلحة أبنائه، نقول هناك تكن الثمار بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال أحد الإخوة والأخوات يسأل: هل هناك آيات شرعية للرقية خاصة تقرأ بالليل من أجل الهدوء والطمأنينة؟ إن كنت تعاني أو تعانين من اضطراب نفسي، من قلق، من هموم، العلاج في كتاب الله،
وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن شفاء: اضطرابات نفسية، هموم، أحزان، آلام، أوجاع، القرآن شفاء. قال: ورحمة. يأتي بعد الشفاء رحمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم باسم الله الأعظم؟ ألا أدلكم على اسم الله الأعظم؟ الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطي أو أعطى الله تبارك وتعالى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعوة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالوا: يا رسول الله، أهي خاصة ليونس؟ قال: لا، ألم تسمع قول الله عز وجل؟ بيّن ذلك أن الله عز وجل نجى وأنجى كذلك المؤمنين من بعده. إذن لا بد لنا، هناك سؤال يقول حول رمضان وليلة القدر، أرجو إعادة السؤال مرة أخرى حتى نفهم صيغة السؤال وما المقصود منه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إخواني أخواتي في أوروبا وفي بلاد المهجر، الرصيد الحقيقي لك إذا غادرت هذه الدنيا هم أبناؤك، فحاول أن يكون هذا الصرح وهذا المشروع الاقتصادي المربح لك عند الله تبارك وتعالى وفي الدنيا أن تحافظ عليه، وأن تجعل كل اهتماماتك إلى هذا المشروع وهذا الصرح العظيم وهي الأسرة، الابن والبنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم كلنا سيموت، كلنا سيغادر هذه الدنيا، سواء كنت غنيا، سواء كنت فقيرا، كنت سعيدا، كنت مهموما، كنت حزينا، كنت مدينا، كنت مريضا، كنت معافى بإذن الله تبارك، ستغادر هذه الدنيا. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه ولد صالح يدعو له. هل أنشأت مشروع الولد الصالح عندك؟ هل أنشأت في منزلك الولد الصالح الذي سيدعو لك بإذن الله تبارك وتعالى بعد موتك؟ هو الذي سيجعل لك رصيد من الحسنات. يأتي العبد يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، يقول: يا رب، أنا لي هذا، من أين لي هذا يا رب؟ قال: ذاك باستغفار ولدك لك، ذاك باستغفار ولدك لك. إذن لا بد لنا من إنشاء هذا المشروع العظيم، وهو مشروع الابن والولد الصالح في داخل كل أسرة مسلمة تعيش في أوروبا وفي بلاد المهجر، لأن تلك وصية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. هل الليلة المحددة ليلة القدر لا يتغير كل عام في رمضان؟ هناك آراء مختلفة حول ليلة القدر. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وصام ليلة القدر وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. هناك خلاف في ليلة القدر، إجماع على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الأيام الوتر من رمضان، ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. وهناك خلاف، إذن في اتفاق على أنها في العشر الأواخر وعلى أنها في الأيام والليالي الوترية، ولكن الخلاف في تحديد ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم بينما أراد أن يخرج ليطلع الأمة على هذه الليلة، فإذا ينسى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لكي تجتهد الأمة في تلك الليلة. رأي على أنها ليلة 27، وذهب جمع كبير على أنها ليلة 27، حتى أن قيل بعض الصحابة والتابعين أقسم أنها ليلة 27، والبعض الآخر قال هي ليلة وترية تتنقل في كل عام،
قد تكون السنة الماضية ليلة 25، والسنة القادمة ليلة 23، والسنة التي سبقت الماضية ليلة 27. إذن منهم من يقول أنها ليلة تتنقل في كل عام، ومنهم من يقول أنها ليلة ثابتة وهي ليلة 27، ولكن والله تعالى أعلى وأعلم، والراجح أنها ليلة تتغير وتتبدل في كل عام لكي تجتهد الأمة وتتحرى الأمة تلك الليلة التي يعتق الله عز وجل فيها الرقاب. هذه الليلة وهي خير من ألف شهر، عبادة عظيمة، خير من ألف شهر، بينها الله تبارك وتعالى. وفي هذه الليلة العظيمة لا تجد موطئ قدم إلا وفيه ملك مرسل يتسابقون ويتعاقبون، ملائكة بالليل والنهار يرفعون تلك الصحف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر. نسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيام وقيام رمضان الذي مضى يا رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. نسأله سبحانه، لأن الصحابة والسلف الصالح كانوا يسألون الله عز وجل قبل رمضان 6 أشهر أن يبلغهم الله عز وجل رمضان، ويدعون الله عز وجل بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. إذا نعود إلى هذا الموضوع الذي قد طرحناه، وهو الأسرة، الأبناء، كيف نربي أبناؤنا في أوروبا وبلاد المهجر. لا بد لنا كما قلنا أن نحببهم ونعرفهم على الإسلام لكي يتعرفوا عليه بمعنى وروح. أنا لا أريد أن أصلي حركات، أنا أريد جمالية الصلاة، أنا لا أريد أن أصلي فقط وأفعل تلك الحركات وأقول ذلك الكلام دون أن أفقه معناه، لا، أنا أريد الزبدة وأريد جمالية الصلاة وروح الصلاة وعمق الصلاة، لا أريد فقط سطحية الصلاة. فإن عشنا الصلاة بروحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه يخاطب الله عز وجل. لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله كان يرى وكأنه سارية من شدة خشوعه مع الله تبارك وتعالى وخطابه لله سبحانه وتعالى. هل عشنا تلك اللحظات؟ ننظر إلى صلاتنا، إن صلحت الصلاة صلح الأبناء وصلح العمل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أن يتبعوا هذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نسعى دائما على الإجابة لكل أسئلة الأبناء والبنات. البعض يتحرج من أسئلة الصغير، قد يسألك ولدك ما شكل الله؟ أين الله؟ قد يسألك ولدك كيف الجنة؟ قد يسألك ولدك كيف أتيت أنا؟ إياك أن تتهرب من السؤال، جاوب السؤال بقدر عمر ذلك الولد، وانظر وابحث إلى كثير من الإجابات حول هذه الأسئلة. قد يسأل سائل يقول أن ولدي عنيد، لا يسمع الكلام، وقد ألجأ أنا في حالي. أقول له، هذا نوح عليه السلام الذي دعا قومه ليلا ونهارا سرا وعلانيا. نوح عليه السلام 950 سنة وهو يدعو ذلك القوم، وما آمن معه إلا قليل. وقال ابن كثير أن نوح عليه السلام عاش 1700 سنة، ومن من قال 1400 سنة، قال وما آمن معه إلا قليل، 12 12 آمن مع نوح عليه السلام، ولم يمل نوح عليه السلام، بل بقي نوح شامخا في الدعوة. وهو يرى ذلك الولد
يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. لا بد لنا أيها الأحبة أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا. البعض يصلي ويترك ولده نائم، قال رحمة بولده، رأفة بولده، مسكين. أقول أن الرحمة أن توقظه للصلاة. إن كنت رحيما بولدك وابنتك أيقظهم للصلاة، علمهم الصلاة، صلي معهم، اجعل هناك مسابقات وجوائز إن كانوا صغار لأبنائك لكي يتفوقوا في الصلاة، كما أنك تعدهم برحلات وخرجات وسفر إن اجتازوا المرحلة الثانوية والإعدادية أو غير ذلك، عدهم إن صلوا وأحسنوا الصلاة ونظروا إلى كتاب الله تبارك وتعالى بأعظم من ذلك. أشرف العلوم وأفضل العلوم هي القرآن الكريم والدين الإسلامي. هذه من أعظم العلوم التي يبينها الله تبارك وتعالى لصلاح الفرد والمجتمع، لصلاح الأمة. والله الأمة تصلح إلا إذا صلحت بالصلاة، وإلا إذا نظرنا إلى يمنعون أبناء وبنات من الانخراط بالعرب والمسلمين. قال لا أريدك أن تنخرط بالمسلمين، أنا أريد هذه الأسرة أن يكون ولدي وابنتي ذا تميز، أنا أريدهم صبغة غربية غير شرقية. أقول له لا بد لك أن تخرط الأبناء والبنات في المراكز الإسلامية، أن تخرطهم بالمسلمين، يتعلموا، يشد بعضهم بعضا، تقوى شوكتهم بإذن الله تبارك وتعالى. كيف نحمي أبناءنا من التقليد الأعمى للغرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حول شبرا بشبر، ذراع بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتمهم. اليوم كثير من الأبناء سواء في المشرق ولا في المغرب يقلدون تقليد أعمى، أصبح هناك سبايكي، وأصبح هناك لباس غريب، وبنطال مرقع وممزع، وبنطال ساحل، وأصبح هناك التيشيرت ضيق جدا، أصبح هناك صبغات يصبغ بها الشعر، اللون الأخضر والأزرق والأصفر. هذا كل التقليد، أريد أن أكون مثل حلقة فلان، اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني. كيف أحمي ولدي وابنتي من هذا التقليد الأعمى؟ أولا لا بد أن أملك قلب ولدي بالحب. الأسرة تدار بالحب، والتربية تدار بالحب. لا بد أن تغرس الحب في أبنائك حتى يتعلموا. هل قرأت لهم قصص الصحابة، قصص الأنبياء؟ علق ولدك بصحابي، علق ولدك بشخصية إسلامية، علقه بسعيد بن جبير، محمد الفاتح، سفيان الثوري، علقه بخالد بن الوليد، علقه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعثمان، بمصعب، واسرد له قصة ذلك الصحابي أو تلك الشخصية الإسلامية سردا جميلا ينظر إلى جمالها. قل له هذا كان فارسا، كان هذا منفقا، كان هذا تقيا، كان هذا ورعا. اضرب له الأمثال وعلقه بتلك الشخصيات، وعلقه بالصحابة والتابعين، وعلمه أن ليس كل ما يراه يتبعه، أي حاول أن تغرس فيه تمييزا يميز به بين الغث. يميز يعني مثلا إذا رأيت هذا الولد يريد أن يلبس بنطال ممزق، قل له ما الغاية؟ يقول لك موديل. طيب
لماذا وجد هذا الموديل؟ من الذي أنشأ هذا الموديل؟ أليس إن ارتديت بنطالا جميلا لا يوجد فيه رقع يكون إظهار لنعمة الله تبارك وتعالى؟ تبين له، ولكن عليك بماذا؟ قبل أن ترشده وقبل أن ترشدي عليكم أولا الكلمة الطيبة، الأسلوب. في فرق بين أن أخاطب الولد بأسلوب محبب وبين أن أخاطب الولد بأسلوب هجومي. إن خاطبته بأسلوب هجومي سيقابل ذلك الأسلوب بالعنف والصد وعدم السماع، وإن خاطبت ذلك الولد بأسلوب رقيق مهذب جميل، خذ يا أخي واخرج أنت وياه إلى مقهى، اشرب أنت وياه فنجان من الشاي، اطرح الموضوع طرحا جميلا حواريا، أي صاحبا يطرح لصاحبه، سترى النتائج بإذن الله تبارك وتعالى مرضية لله ثم لك بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأب، أيتها الأم، أبناؤنا فلذات أكبادنا يمشون على الأرض، خاطبوهم بما يعرفون، يتلطفون به من الكلام والموعظة الحسنة. الله تبارك وتعالى يقول لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون، إلى أكبر مجرم وطاغية، الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب يا رب ماذا أقول له؟ فقولا له قولا لينا. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يخاطب فرعون بالقول اللين والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. فما بالك بأبنائنا، فما بالك ببناتنا، فما بالك بإخواننا، فما بالك بزوجاتنا، فما بالك بأقربائنا. لا بد لنا أن نتكلم معهم بالكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة مثل الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم الخير، أن يحمي أبناءنا وبناتنا من الأفكار المنحرفة والتيارات الجارفة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هجرتنا إلى أوروبا وإلى بلاد الغرب هجرة لله تبارك وتعالى، وإقامتنا فيها لله تبارك وتعالى. اللهم حصنا وحصن أبناءنا وأسرنا يا رب العالمين، وارزقنا الرزق الحلال يا أكرم الأكرمين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي نهاية هذه الحلقة الممتعة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وجميع المشاركين في هذا البث إلى فضيلة الدكتور أسامة الدرديري، عضو المجلس الاستشاري للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجمهورية التشيك، على هذه المحاضرة الطيبة. نسأل الله أن يرزقنا ويرزقه الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.